نحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجوالنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها: أبل تعمل على مشروع سري جديد أكبر من السيارات الذكية. جاء في تفاصيل الخبر: كشفت تقارير أن شركة أبل تعمل على مشروع سري جديد أكبر من السيارات الذكية الكهربائية، ويقول مراقبون إن السيارة هي مجرد جزء بسيط من التجارب الدورية لأبل. وتشير التقارير إلى أن الشركة تريد أن يكون لها سوق جديد خاص بمجال أجهزة الاستشعار الأساسية التي تستخدم في السيارات ذاتية القيادة وغيرها، بالإضافة إلى تقنيات الخرائط. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية الزهرة البنفسجية ميزة جديدة تعبيرا عن الامتنان في موقع فيسبوك. أطلق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي زراً جديداً في قائمة الانطباعات رياكشن، عبارة عن زهرة والهدف منها التعبير عن الشكر والامتنان. الرمز التعبيري أطلقته فيسبوك لمنح مستخدمي الموقع فرصة التقدم بالشكر بعيد الأم، وقالت الشركة إنها ستختبر تفاعل الناس مع هذه الزهرة قبل أن تقرر إطلاقها لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم. صحيفة الوسط البحرينية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: فيسبوك تطلق قسما خاص للألعاب الفورية على تطبيق ماسنجر. أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحديثا جديدا بصورة تجريبية لبعض مستخدميه حمل بعض المميزات الجديدة. التحديث الجديد سيأتي بثلاثة تبويبات جدد، وستكون الأولى من اليمين هي المجموعات، وفي المنتصف تبويب النشط، وأقصى اليسار الرسائل. نتحول مشاهدين إلى صحيفة القدس التي جاء فيها تقنية جديدة للطائرات من دون طيار لمساعدة رجال الإطفاء. طور باحثون أمريكيون تقنية جديدة للطائرات من دون طيار تساعد رجال الإطفاء والحماية المدنية في القيام بأعمالهم على أكمل وجه. وقالت إدارة الإطفاء إنها أصبحت الآن قادرة على رؤية مدى السلامة الهيكلية للمبنى قبل أن يذهب رجال الإطفاء داخله، وهذا بفضل تقنية جديدة متوفرة بالطائرات من دون طيار. وختام جولتنا الصحفية مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية: وسعر آيفون 8 قد يبدأ من $1000. توقعت تقارير أن سعر آيفون 8 القادم قد يبدأ من $1000 أمريكي، ووفق أبل فإن آيفون 8 سيكون مزودا بشاشة مقياس 5 بوصات و 8 مليمترات إلى جانب إمكانات ما يعرف بالواقع المعزز الثلاثي الأبعاد.